مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أنبوكس كوفي بريك. اليوم رح نحكي بالعربي. Welcome everyone. I just wanted to say that today we're going to talk. I am going to talk in English, but welcome to Unbox Coffee Break. And I think it's the 59th episode. And today we're going to talk about core values. If you have a question, please pop it in the sticker. So, أهلا وسهلا فيكم. سألتكم إيش بتحبوا اليوم نحكي بالعربي ولا بالإنجليزي. معظمكم طلب نحكي بالعربي. فهينا عم بحكي بالعربي. اليوم رح نحكي عن القيم الأساسية. بالنسبة للمتابعين الجداد أهلا وسهلا فيكم. بحب أعطيكم فكرة إنه Unbox Coffee Break هي عبارة عن mentoring أو life coaching. دردشة خفيفة رح نحكي فيها عن الحياة. ليش الأمور بتصير غلط وكيف فينا نصلحها. إذا بتحبوا تشوفوا الحلقات السابقة رح تلاقيهم بالفيد تحت البايو وفي رمز للاي جي تي في. اذا بتضغطوا عليه بيطلع لكم كل الحلقات السابقه. لانه انا عم بعمل انبوكسينج صار لي تقريبا 29 سنه 28 سنه. من خبرتي ومن خبرتي بالتعامل مع الناس اللي هي شخص لشخص قبل ما يكون في الانترنت اتعلمت كتير اشياء من حياتي، بس كمان من حياه الناس اللي شاركوني حياتهم والامور اللي بتصير في حياتهم. هاي اسماء. فزي ما تقولوا لقيت يعني طرق سريعة، أو خليني هقول فعالة، لأنه هو الموضوع مش موضوع سرعة بس موضوع أنه واحد يوصل لنتيجة. فالأنبوكس بيختلف عن الثيرابي، عن أشياء تانية. يعني ما رح أمسك إيدكم ونقعد نحكي ونبكي أبدا. اللي أنا بعمله أني بمسك المراي بوري لكم فين الأنماط اللي هي سلبية أو الأنماط اللي لازم تتصحح حتى الواحد يقدر يرجع لحياته ويشعر انه الامور بتتدفق او الامور ماشية بسهولة بدل ما يضل يخبط راسه بالحيط. فإحدى الاشياء يعني مرات I focus in، مرات بعمل zero in، بقرب بحكي على اشي معين، مرات ببعد وبحاول احكي على الامور من برا. لانه نفس هاي الحركة لما نتطلع على الحياة، لما ننظر للحياة نظرة دقيقة وبعدين نظرة عامة، لما نبعد ونقرب، هاي الحركة نفسها بتسبب حركة وبتبلش الأمور تمشي. بمعنى لما تعلقوا على موضوع معين، مثلا مجروحين من علاقة قديمة أو شغلة من هالنوع، كل شيء منعلق عليه، كل شيء منركز عليه بيضل ينمو أكتر وأكتر وأكتر، لأنه هيك الأمور بتشتغل، هيك العقل بيشتغل. إذا بتعطي له فكرة معينة بمسكها زي السوسة وبيضل مركز عليها. واللي بصير إنه لا شعوريا بيبدأ الإنسان يشوف حياته من خلال الأشياء اللي غلط بدل ما يشوفها من خلال الأشياء اللي هي ضابطة معه. ولما نشوف حالنا كضحية يعني زي victims ما بنقدر نخلق إشي جديد، ما بنقدر نمشي لقدام، لأنه كمان لا شعوريا بنقنع نفسنا إنه مش ممكن نتغير لأنه هاي الحقائق وأنا هيك صار معي والناس غلطت معي والحياة غلطت معي وما بقدر أصلح إشي. طبعاً الكلام هذا مش مزبوط. أنا لهلأ عم بصلح أمور بحياتي، ولكن لقيت طريقة بعد 28 سنة مبسطة وبتجمع كل الأمور وكل الطرق وكل الأساليب اللي ممكن إنه الواحد يعمل فيها إرشاد للحياة. هاي الطريقة بسميها The Four Dimensions of Change، الأبعاد الأربعة للتغيير. الأبعاد الأربعة هم برمز لهم ب بيما Body, Emotions, Mind and Actions، يعني الجسد، العاطفة، التفكير أو الفكر، وآخر بعد اللي هو الفعل. بس الفعل كمان بيتضمن مسؤولية إنه الواحد يتحمل نتيجة أفعاله. يعني الأمور ما بتصير هيك، الحرب ما بتصير هيك، السلام ما بيصير لحاله بنزل علينا من فوق. لا، الواحد بده يشتغل على حياته. فلما نحكي يمكن يعني إذا الواحد مجروح ومش حابب إنه يتطلع ليش حياته غلط وكل هذا الكلام، بقدر يبلش بسؤال نفسه إنه إيش القيم الأساسية اللي عندي. يعني لما تتأملوا في حياتكم زي كأنها فيلم سينمائي وتتأملوا في اللحظات اللي كانت مهمة فعالة اللي كان لها تأثير
على أنفسكم بس كمان على غيركم أو على تغيير حياتكم، رح تبدوا تشوفوا أشياء معينة اللي كان أنتوا عندكم فيها شغف، اللي دفعتكم أنه تاخذوا هذا القرار أو تغيروا وظيفة أو تغيروا مكان سكن أو أي قرار يعني. فهذه اسمها core value. المفروض أنه نعرف ونحس إيش هما الكور values تبعونا، لأنه لما يكون واحد ضايع يذكر نفسه بالقيم الأساسية بصير القرار أسهل، وبصير تحمل نتيجة هذا القرار بصير كمان أمر طبيعي. وبالنسبة إلي لما الواحد يتحمل قرار، نتيجة قرار هو بياخده، نتيجة أفعاله، رح يقوى مش رح يضعف، لأنه إذا أنت اللي لخبطت أنت فيك تصلح، وهذا هو مبدأ الأنبوكس. فبدي منكم تفكروا إنه إيش هي القيم الأساسية اللي عندكم. أنا عملت workshop مع في إشي هون بدبي، على فكرة الإمارات مليانة مليانة life coaches موهوبين و platforms إنه الواحد to develop، هذا اسمه Beehive. عملت يعني I attended a workshop، ساهمت مش ساهمت انضميت workshop online workshop، وكان فيها إحدى هاي الأسئلة اللي خلاني أفكر طب شو الكور فاليوز تبعوني، إيش هي القيم الأساسية اللي عندي. وفعلا لما فكرت بالموضوع لقيت إنه القرارات الحاسمة اللي أخذتها وتحملت نتيجتها لأنه أنا بدي أعمل هيك ولأنه أنا عندي شغف لإلها هي هاي القيم الأساسية. فرح أشارككم إيش هي القيم تبعوني، وإنتوا اسألوا نفسكم شو القيم الأساسية اللي عندي، لأنه لما تبقوا حيرانين ومش عارفين تقرروا سواء على علاقة ولا على وظيفة ولا على مكان معيشة، طب ما هو في قيم أساسية اللي لا شعورياً بتقودكم لأخذ هذا القرار. فعملية التطوير الذاتي لازم تكون شعورياً مش لا شعورياً، يعني الواحد لازم يعرف هو إيش عم بيعمل، هيك الخريطة بتصير أوضح والطريق بيكون أوضح. فأول قيمة هي عندي بالإنجليزي integrity، اللي هو الصدق، الصدق في التعامل، الصدق في التعبير، الصدق في أي إشي. يعني ما هقول مثلاً كلام أنا ما بأمن فيه، أو ما هقول كلام بس عشان أعمل حالي أني فهمانة أو فالإنتجريتي بالنسبة إلي إشي كتير مهم، لأنه الواحد لما بيحكي بصدق الكلام بيطلع من القلب، ولما بيطلع من القلب زي ما كانت تقول الوالدة إلا ما القلب يستقبل هذا الكلام ويرضى فيه بغض النظر إذا الشخص المقابلك بيحبك بريدك ولا لا. القيمة الثانية هي الحقيقة، يعني بحاول دائما أكون أدور عن الحقيقة، I search for truth، أكون حقيقة مع نفسي، أكون حقيقة مع الدوافع اللي أوكي تحمست وصار في لايكس شكرا، أكون حقيقة مع نفسي إنه ليش أنا عم بعمل هيك، ليش عم بفكر هيك، ليه عم بتمادى مثلا بالزعل أو بالفرح أو بأي إشي يعني. فلما الواحد يوصل لحقيقة الموضوع، حتى وظيفة مثلا كنت دائما أتساءل نفسي أنا ليش بهاي الوظيفة، أحاول أشوف هل هو حب شغف ولا هل هو مشان المعاش والمصاري. فلما توضح القصة بتساعدك إنك تتحمل هذا القرار، يعني إذا شغلة بحبها وظيفة بحبها كتير بس المعاش شوي تعبان رح أستحملها لأنه أنا عمالي أستمتع كل يوم عم بفيق وعم بروح لهالوظيفة وعم بتعلم أشياء جديدة. بس إذا كان العكس صحيح، مثلا أنا بمرحلة بحياتي لازم أكون نفسي، لازم أحوش، عندي أشياء تانية بدي أحققها، وهاي الوظيفة ما بتمنحني المعاش اللي بعطيني الاستقرار، إذن هاي صارت core value إنه أنا هلأ بدي أكون نفسي أو بدي أوقف على إجري لوحدي، أكون معتمد على نفسي ماليا، هاي صارت core value. فلما الواحد يعرف core value بخلال المرحلة اللي هو بيمرق فيها بيقدر إنه ياخد القرار بدون ما يعذب حاله ويتعب حاله ويقعد يفكر وينزل بالحفرة أكتر، زي ما بقوله بالإنجليزي you dig a deeper hole for yourself، بصير الصعب إنه يطلع منها. الكور فاليو، القيمة الثالثة اللي هي مهمة عندي هي الشغف. يعني أي شيء بعمله، حتى أصدقاء، حتى يعني عملاء أو زباين بشتغل معهم، لازم يكون في الشغف، لازم يكون في هاي الباشن. ما فيني أعمل شيء أنا ما بحبه أو قلبياً مش متواصلة معه، لأنه رح يطلع كذب، رح يطلع بدون انتجريتي، رح يطلع بدون ثقة، رح يطلع بدون علم، يعني ما إله معنى.
نفس الشيء إذا بدي أتعرف على ناس جداد أو أصدقاء دائما بسأل نفسي Hi Jillian, it's in Arabic tonight because last week we spoke in English. بسأل نفسي يعني إيش عم بيعلموني هدول الناس أو الأصدقاء الجداد, كيف بيقدروا يأثروا على حياتي, هل بيزيدوا إيجابية ولا بيزيدوها سلبية. يعني واحد لازم يفكر بالموضوع, لأنه هذه هي الحياة اللي إحنا قاعدين نبنيها لحظة بلحظة, ساعة بساعة ويوم بيوم. فالموضوع إنه المشاكل ما بتصير فجأة, دائما في نمط ماشي. وإذا إحنا نايمين ونعسانين ومش عارفين إيش اللي بنسويه بحياتنا وكيف قاعدين إحنا نقرر, رح نضيع, رح نخبط راسنا بالحيط, رح نزعل, رح نبكي, رح نفتقد معنى الحياة. Next week in English. فهذا يعني الشغف أنا شغوفة عليه. لأنه كل شيء بعمله إذا بعمله بشغف بستفيد منه, بحبه, بعدين الوقت بيمرق هيك, وبعدين كأنه بيعمل نوع من الهيلينج. يعني أي شيء أنت بتعمله لأنك مبسوط فيه ولأنك بتحبه ما رح تحس بالوقت. فزي ما تقولوا يعني هيك الروح الصدر بينشرح. على فكرة حطيت بوست هو حقيقة ذكرى من الوالد, كنت دائما أسأله بابا بدي لعبة جديدة, بابا بدي whatever, مشوار جديد, اللي هو يقول لي ليش لا, وأقول له إمتى بابا, يقول لي عند انشراح صدري. فكنت صغير كتير يعني وما كنت أفهم شو يعني انشراح صدري, بس لأنه طريقة كيف كان يقولها افتكرت إنها مثلا عيد أو مناسبة معينة. طبعا لما كبرت قدرت قد ما عاد هاي الجملة, قدرت إنه قديش انشراح الصدر مهم. وبتهيأ لي هذا الشغف والإلهام والاستمرار بالحياة بيجي من الشغف للحياة. شو بقدر أتعلم, شو بقدر أشوف نفسي يعني كفو إني أعمل هاي الـ whatever talent, الـ ability, الهواية, أنميها, أكتب شعر, أخذ صور. فالشغف بينمي الحياة. يعني فكروا فيها, عندكم مشاكل كتير ولكن لساعة زمن من النهار مارستوا هواي بتحبوها, نسيتوا الدنيا كلياتها, هذا هو الهيلينج. يعني هذا هو التشافي بالحب. بمجرد انه الواحد يعمل شغلة بيحبها بيمرق الوقت, وطالما انك مش مركز على الامور الغلط في حياتك, انت مركز على اشي انت بتحبه. وزي ما قلنا قانون الطاقة هيك بيقول, كل شيء منركز عليه, حتى مش قانون الطاقة يعني المخ, كل شيء ركز عليه بنتبه له اكتر. فالحب, الشغف, الانترست إشي كتير كتير قيمة أساسية ومهمة بالنسبة إلي, سواء في الأشياء اللي بعملها, بالهوايات اللي بمارسها, أو بالناس اللي بتعرف عليها. وإذا بدي أزيد بعد أكتر, إذا أي واحد منا مثلا بيشتغل بوظيفة ما عنده شغف لإلها, ما رح يكون صادق في تعبيره وفي ممارسته لهاي الوظيفة. يعني إذا أنا مش متحمسة على اللي أنا بعمله, كيف بقدر أحمسكم وأقنعكم إنه لا والله فيكم تحلوا مشاكل حياتكم وتعملوا أنبوكسينج وكذا كذا. فالشغف كتير مهم, مصدره القلب, وبالنسبة لإلي القلب ما بيكذب. القلب في عنده خلايا عصبية كتير أكتر بألاف ألاف المرات من الدماغ, والدماغ معرض للغلط. يعني هو الديزاين تبع المخ هيك ربنا خلقه, إنه كل 3 أيام عملوا أبحاث إنه كل 3 أيام إلا ما المخ يغلط. والسبب الغلط هذا إنه يعطيك مجال إنك تفكر بطريقة مختلفة. لأنه لو ضلينا نعمل اللي إحنا بنعمله بدون تغيير وماشيين على هاي الطريق, طب بركي هاي الطريق غلط. فهذا إشي بالطبيعة إنه كل شوي بصير في glitch بسموه بالإنجليزي, بصير في هيك زبزبة, بصير في غلط. وهذا الغلط بيسمح لمخلوقات جديدة, بيسمح لتفكير جديد, بيسمح لطريق جديد في كل يعني ديناميكية الخلق وتكوين الأمور. فمنيح إنه في غلط عشان الواحد يوقف ويفكر ويزبط, يعدل أو يعمل محاذاة أو يعمل alignment بال4 عوامل هدول للتغيير, حتى يقدر إنه يزبط حياته ويمشي فيها لقدام بدون ما يكون في ضوضاء ومشاكل وتعب وعناء. وكلنا طبعا مرقنا بهاي الظروف, وأنا بالذات مرقت فيها مؤخرا, وهذا يعني أكبر دليل. مرق علي كذا سنة ما شفتش فيها الضوء, ولكن هذا الشغف خلاني أستمر وهقول لا شو فيني هقدر أعمل, طب كيف فيني أعيش حياتي, طب كيف فيني أرجع أبنيها.
كيف بقدر أسعد نفسي بوقتي. وهيك بلشت الهوايات، وفعلا رجعت لكتابة الشعر. يمكن صار لي من 30-35 سنة ما كتب شعر، وعم بشارككم إياه حتى أنتوا تتحمسوا وتو أنبوكس، طلعوا من هالعلبة اللي أنتوا فيها الهوايات والأمور اللي إلكم شغف عليها. بس ما كان في وقت من أول، قبل الكوفيد ما كان في وقت إنه الواحد يدخل لجوا ويفكر بالأشياء اللي غلط بحياته. في قيمة تانية أساسية بالنسبة إلي، وهي الفضول. عندي فضول كتير لكل إشي. يعني لما رات بسأل نفسي طب أنا شو فرق معي هاي الفازة ولا المتكة كيف معمولة ولا لا، بس هي عندي فضول. عندي فضول إنه الزبون اللي قدامي كيف بيفكر، ليش بيفكر هيك، ليش بيحكي هيك، ليش بيلبس هيك، لأنه كل هاي الأمور بتعكس زوايا مختلفة. عندي فضول إنه يا ترى بقدر أرسم لوحة زيتية ولا لا، طب ليش لا. عندي فضول إنه هل الموهبة الواحد بينولد فيها ولا بقدر ينميها. عندي فضول بحكي عربي إنجليزي، طب بقدر أتعلم لغة تانية ولا لا. فالفضول قيمة بالنسبة إلي أساسية. حتى لما أتعرف على ناس الفضول برضو مهم، لأنه أنا بتعلم كتير من الناس، زي ما تعلمت مش بس من والدي ووالدتي، تعلمت من حديث كانت خالتي تحكي لبنتها، تعلمت من حديث كنت أسمع عمي بحكي لأبوي، تعلمت يعني من عدة ناس أثروا فيي وتعلمت، فصار في فضول. حتى لما بروح على مطعم يعني بتلاقيني راخية دانية وسامعة، فتعلمت كتير أشياء. مثلا إنه اللوبستر ما بينطبخ، بينغلى وهو عايش، لك أخ يا طيف، طبعا بطلت أكله، بس إنه كتير أمور معلومات بتدخل، خليني هقول، بمجرد إنه الواحد عنده فضول. فهذه هي القيم المهمة بالنسبة إلي. ويمكن آخر واحدة هي الحب، بس في تشابه بين الحب والشغف والفضول. بتهيألي الدافع هو نفسه، إنه كيف بقدر أعمل ترابط عميق بيني وبين الناس اللي بحياتي، حتى يكون هذا الترابط أو هذا التواصل إله قيمة وإله معنى. وليش بالنهاية؟ لأنه كلنا رح نموت، كلنا رح نروح، ما حد رح ياخد معه فلوسه ولا نجاحه ولا إشي، رح يترك وراء التأثير اللي بيأثر فيه على الناس، ورح يترك وراء هاي المحبة، أو هاي المحبة اللي هو بيعيشها بسبب التواصل مع الناس ومعرفتهم بشكل عميق، هي اللي رح تزيد حياته قيمة، ورح يتخلي إلها معنى خاص. فمثلاً إذا شخص ما بحبه كتير ومش طايقته، ببعد عنه يعني بكل دبلوماسية. زمان لما كنت أصغر كنت أواجههم، بس لقيت وجع راس خليهم هم يسوق زي ما هم بدهم، وأنا بسوق زي ما أنا بدي، والمهم الواحد يوصل على مطرح ما بده يوصل بدون ما يكسر جوانحه وبدون ما يكسر حاله. فهذه هي القيم الأساسية بالنسبة إلي. طيب هلأ بالنسبة إلكم، الله يخليك، شكرا U2684 يمنى. I thought curiosity was more of a characteristic than a principle. It's not a principle, it's something you value. عرفتي؟ يعني هي مش I value it now، بس لقيت انه انا طول عمري عندي هذا الفضول، وهذا الفضول خلاني استمر. يعني it inspired me، you know، ألهمني انه عندي فضول يا ترى بقدر اكتب شعر ولا لا. فأخذت كورسات وصرت أقرأ وأروح على البورتري سوسايتي بلندن، يعني صار عندي فضول. ما تنسي تذكري إنه أنا مثلاً دارسة هندسة، كان هو مخ علمي، بدي أشوف حالي طب أنا يعني مزبوط هو مخ علمي ولا في أشياء تانية اللي تكون هواي. فالكيوروسيتي يعني هذا اللي أنا بعنيه بالفضول. فإتس نوت ا برينسيبل. على فكرة القيم الأساسية لا إلها علاقة بالجنسية ولا بالدين ولا بأي أنت من أي بلد ولا من أي ثقافة، ما إلها، هذا بينك وبين نفسك. إيش القيم؟ طبعاً هي قيم أساسية وإلها أشياء على الأطراف ممكن إنها تتغير مع الوقت، ما بعرف يعني، ممكن زي ما قلت مثلاً لو الواحد في مرحلة إنه بده يأسس عيلة والله بده فلوس أكتر ومحتاج، أوكي معناته مش غلط، يعني هاي بتصير قيمة أساسية، إنه الاستقرار المالي صار قيمة أساسية. فبتهيألي بعض القيم الأساسية ممكن إنها تتغير، وفي إشي بضل فعلاً بالكور اللي هو الداخل، يعني صلب الواحد. أهلين أهلين، أشكركم لكل المتابعين الجداد وأهلا وسهلا فيكم.
فالكيوريوسيتي الفضول يعني بتصير قيمة أساسية. Do you want to say something? Okay, no, I thought you needed something. This is my niece interrupting my live broadcast. فبتصير القيمة الأساسية إشي جوهري، هاي الكلمة اللي عم أدور عليها، وممكن إنها تتغير. فبالنسبة إلي أنا شخصياً الفضول قيمة جوهرية أو قيمة أساسية. عظيم، سؤال عظيم يمنى، شكراً. أوكي، في أي حد عنده أي سؤال؟ لأنه كتير أسهل لي أحكي إذا حدا سألني سؤال. أوكي، بس عم بطلع إذا أنتوا كتبتوا إشي. أوكي عظيم، يعني انحلت كل مشاكلكم، ما في ولا سؤال. اتركوا لي مسج لأنه بحب أعرف، فعلاً بحب أعرف إذا في عندكم قيم جوهرية، وإيش الدافع الحافز اللي بخليكم تستمروا بالحياة مهما مرق عليكم مشاكل أو مصايب. وللأسف يعني المشاكل والمصايب في عالمنا العربي كتيرة، وهذا اللي بخلي الواحد يضل يدور على إشي اللي يخليه يستمر. يعني أنا بتذكر لما كنا بالكويت في خلال الاجتياح العراقي للكويت، طبعا حياتنا تدمرت لأنه صلنا 30-40 سنة ساكنين بالكويت، وفجأة literally overnight الحياة تغيرت. وبتذكر والدي وأخوي وأختي كلهم طلعوا يعني حاولوا يشوفوا رح ننقل على أي بلد، نعيش بأي بلد. ضليت أنا والدتي والله يرحمها أصرت كل يوم إنه نسقي الزريعة، نلعب بيانو، ما بعرف شو نعمل. فأنا افتكرتها إنها يعني عم تمرق بدناية لأنها مش قادرة تعترف إنه حياتنا انتهت. مسكتها هيك وهززتها بكل بساطة بكل برود، قالت لي شو مالك، يعني حرب ولا مش حرب، الحياة بتستمر، وليش نتعس حالنا، ولازم نعطي لحالنا أمل إنه نعمل أشياء باستمرار حتى نقدر يعني يكون في عنا نوع من الاستمرارية. فبالعمل البسيط هذا إنه قاعدين نعمل الزريعة ونحط نبات ونسقيها، يعني فعلا كتير من الفراستريشن طلع، وأخذناها يوم بيومها لغاية ما الأمور فرجت، ويعني أخذنا القرار اللي أخذناه ونقلنا وتغيرنا. فضل هذا الشيء معي، الفضول، الشغف، الأشياء اللي بحب أعملها، المعاملة بالصدق، باخذ وظيفتي بكل صدق. إذا أنا تعبان كتير ما بقدر أحكي مع زبون أو أشوفه لأنه ما رح أكون 100% معه. فهذه الانتجريتي، المصداقية في العمل كتير كتير مهمة بالنسبة إلي. بتأمل إني هاي في سؤال. أوكي، بتأمل إنكم شوي أعطيتكم أفكار to inspire you، يعني تألهمكم بأمور مختلفة. كيف نقرر بين قرارين كل قرار يمثل قيمة معينة، مثلا الحب والحرية؟ ما هو بيعتمد، شكرا على سؤالك وفاء أو وفاق، شكرا على سؤال. هو بيعتمد أصلا كيف أنت، شو بتعرف الحب أو أنت، وكيف بتعرف الحرية. الحرية هيك لحالها بدون حدود وبدون ما نحدد شو هي الحرية صعب أنه أفتي فيها. بالنسبة إلي الحرية الشخصية بتنتهي لما بتأثر على الآخرين. يعني اعمل ايش ما بدك طالما انه انت ما بتأثر بطريقة سلبية او تسلب الاخر من الحرية. فانا مش عارفة انت في اي موضوع، في اي مجال او اي كونتكست باي محتوى عم تحكي عن الحرية. الحب موضوع كتير كبير، حكيت عنه على مقاطع بكوفي بريكس تانيين. بس كمان الحب اعتمد، يعني في ناس بتسمي الحب من أول نظرة حب، طب هذا مش حب، يمكن هرمونات. فأنت كمان بعترف شو تعريفك للحب. بالنسبة إلي الحب من هون اللي هو لما ينشرح القلب والصدر وتحس إنه فعلا في تناغم وفي تواصل عميق بين الطرفين، والطرفين حابين إنهم يسعدوا بعض مش بس ينتقدوا بعض، والدوافع بتكون أساسية وسليمة، وفي أشياء بيشاركوها يعني other interests in life. فحسب انت شو تقييمك للحب او تعريفك للحب، وحسب انت شو تعريفك للحرية. فلما تعرف هاي الامور بعمق اكتر رح تلاحظ انه ما في تضارب الحقيقة، ما في تضارب. بس الانسان لما يكون عايش على جزيرة ما في اي مشكلة، لانه انت عايش لحالك، حب قد ما بدك، خذ حرية قد ما بدك. بس لما نعيش في مجتمع ومع الناس، ما عم بقول لك
تقدس المجتمع، ولكن بدك تلاحظ انه تصرفاتك ما تأثر او تشيب تصرفات الاخرين او تنعكس عليهم سلبيا. فبتمنى انه يكون الموضوع هذا وضح شوي بالنسبة لك، وبشكركم مرة تانية، وبشوفكم يوم الأربعاء الجاي في حلقة تانية من فنجان قهوة مع سحر. خليكم بالبيت، ديروا بالكم لسه ما طلعنا من مرحلة الخطر، وديروا بالكم على صحتكم. باي باي. شكرا لكم.